ما حد يعرف قيمة العائلة وعذاب الغياب مثل اليتيم، وما حد يعرف قيمة الابن غير اللي انتظر سنين حتى يرزق. وبرغم من كل هذا، حسين اليتيم شاف انه العقيدة والوطن أهم من الدنيا وما بيها، وراح لدرب الشهادة برجليه، وبرغم انه الولد الوحيد واللي اجى بعد سنين من الدعاء ومن الرجاء، راح للجبهة بشغف وهو عينه على المدن المقدسة خوفا من وصول الخطر إلها. حسين إنسان ورث اليتم البنت رقية مثل ما هو عاش اليتم، بس كان الهدف السامي هو الدفاع عن الوطن، عن العقيدة، خاصة قصة استشهاده اللي عرف أنه راح يكون ضحية شجاعته، وبرغم من هذا راح للموت برجليه. أم حسين ما فد يوم عافت وليدها إلا وسولفت وياه، تحكي ويا صورته مثل الحياة. وحسين هم ما عافهم موجود، تحس بيه ويحس بيها ويزورها بمنامها، هي وبنته رقية بشكل مستمر. اليوم راح تسولف وياه، راح تستذكر كل الذكريات. أم حسين أثرت بكل الحاضرين وهي تستذكر الوداع الأخير قبل الشهادة. شلونك أم حسين؟ السلام ورحمة الله في دول عمرك. عظم الله أجرك. في دول عيش أجمعين. بشهر شهادة الإمام الحسين عليه السلام وأنت أم الشهيد. في دول قلبك أم حسين. يعني قبل ما نبدي البرنامج أشوفك تحكين ويا نفسك ويا الصور. إيه تقولي له فدوى طولك. إيه قلب وليدي. إيه بس هو هذا عندي. شنو كنتي تحكين بعد غيرها؟ يعني شفتك تسولفين؟ أقول له الموت ما أخذني ولا ما أخذ ابني. لو أنا قبل ميت أحسن ما هو ميت. بس هو نال شهادة. أي والله هو استقتل على الشهادة. أي بس تقولين الصور توجع قلبي. توجع بس قلبي. إحنا نفتخر بيها. فدوى. وحبينا كل الناس تعرف اليوم حسين البطل الشجاع. نبرز اليوم شجاعة ولدنا وبطولاتهم. فعلا. ونبرزها للي بخس حقهم ممكن. فعلا. مو صحيح؟ صحيح. حسين هو ابنك الوحيد حسين؟ بس هذا عندي. على كم بنية؟ على أربع بنات. أربع بنات. أي. هو الأكبر؟ لا هو الأصغر. الأصغر. هو الأصغر. يا مواليد؟ مواليد 87. 87. أي. هو كان في وزارة الدفاع؟ وزارة الدفاع. وزارة الدفاع. أي. نعم يداوم. يعني. كان عنده كثير من الأمور اللي معروف بيها، طبعا خلقه العالي وشجاعته. كان عنده تعامل مع جيرانه يعني يساعدهم. سولفي لي عن هذا الخلق يعني الطيب. كان طيب يعني كلش طيب يعني. أيه. هادئ بطبعه، طيب، يساعد الناس. أيه. يعني الجيران كلهم يحبونه. زين. ما بي اي مضره للجيران ما بي. اي والله هذا طبعه يعني يساعد العالم. تمام. يعني حنين على خواته. هاي الصفات شنو ابرز صفه بي؟ حنين. علاقتك وياه شلونها؟ كان صديق. صديق وابن واخو وكل شيء هو لي. يعني مره من المرات ثانيه قاعدين قلت لحسين يما لو انا اموت قبل لو انت تموت قبل يعني فيما من اموت اني انت قاعد على يمي يم الجنازه اقعد يعني بالسياره يم التابوت تقعد لا تخليني تعوفني. قال لا يما يوم قبل يومك ولا اشوف فراقك الصعب يما ما اقدر على فراقك. متعلق بيك. متعلق مشان ما كان يعني يخلي راسه يم راسي. أنا كنت مثلا أنام بالهول هو يجي يعني بالوحدة بثنتين الله يصعد غرفته يصعد يعني أنام وأشبع نوم. كنت تتوقعين بيوم من الأيام حسين ينال شهادة؟ والله من يعني صارت أكو بوادر يقولون الأم تشعر. إي الابن هو اللي شهيد نفسه يشعر. إي صارت مال داعش. إي من حسيت ابني يروح حسيت ابني يستشهد. من اجت الفتوى؟ اي جت الفتوى. سولفي لي شلون يعني اجت الفتوى. هو كان بالخضراء. اي فما اخذوهم هو ودوا جماعته التكريت السامره كانت بوقتها. زين. فهو يعني ما اخذوه هو ظل ليش ما ياخذوني انا شبيه جبان يما هاي فتوى يعني انا على راتب كنت باقي بالجيش يعني هسه صارت بها فتوى وداعش يطبون على عقيدتنا ووطننا يما شلون يعني انا ما دافع وغيري يدافع شلون يما حسين انا بس انا يعني انت بس انت الي. قال يما انت لك الله ما ينساك. الله والله يما هاي البنيه عمرها 5 أشهر بنتك يعني بيضت عينك يلا صارت عندك بنيه رقية. 3 سنوات ما صار عندها طفل. قال يما الها الله ربي ما ينساها.
اي فقال يمه هنيال اللي يلوي الشهاده، هنيال اللي يدافع على عقيدته وعلى وطنه. ودائما هو حريص، يعني دائما كان مثل ما سمعنا عنه حريص على حمايه المقدسات. علاقته باهل البيت جدا كبيره، بالمواكب الحسينيه. كلش يعني ست كلش يعني والله العظيم، يعني يقول لي حتى اذا بطل ترى من انا اروح هناك بالعتبات المقدسه ارزق حمايات، انا بدون راتب ما اريد راتب، بدون راتب انا اروح هناك. شلون وصل لك الخبر ام حسين؟ والله ست هو وقع هذا الخبر عليك، يعني شلون استقبلتيه؟ الإجازة الأخيرة اللي هو جاني بيها ابني علم راح يموت، يعني شلون؟ يعني أخير مرة من اللي يلتحق، كل مرة يلتحق يمي يعني يبدل يصلي ويكمل يلا يروح يمي، بس هالمرة ظل فوق قاعد بغرفته، صلاته ملابسه بدل، من راد يعني يطلع يروح بته بحضني أنا قاعدة. فهو داير وجهه هيك عشان يقول في مال، لا وصل لحد الباب، صحت علي قلت له يا ام حسين وين؟ قال لي ما انا رايح يعني ما طاني وجهه بس ظهره. قلت له يا ام حسين مو من عوايدك هيك تروح، لا يما تعال بوس بنتك، على الاقل بوس بنتك. والله ست من اجى وصل لها بوسها من خشمها لعيونها راسها كله يبوس بيها. قال يما راح اروح، بس من طلع الدمعه بعينه أنا ما أدري مثل فشي صفصفني توهني من عنده. يما شبيك حسين؟ قال لا يما ما بي شيء. من طلع زوجته وراقات يما ترى حسين يقدم رجل ويأخر رجل، التفت على البيت. المهم هو من الحد من التحق والحد ما هذه أنا مرارة بحقي، يعني ابني حسيت بيروح، يعني طاسة دهن شارب أكل ما أكل، هجيت من البيت. حسيت يعني حسيت قلبك يوجعك؟ وجعني قلبي وجعني، هجيت من البيت ما ظلت بالبيت قاعده، رحت لاهلي قعدت. قالوا شو عفت بيتك؟ قلت لهم لا ما اقدر اقعد بالبيت، حسين ما بي يتصل بيك هو؟ يتصل بي، وهو بها فتره كان ينحبس يعني لا اكل ولا شرب هناك، حبسوهم يعني داعش يعني طوقوهم، هو ما يقول لي مجوعان شبعان ما يقول لي، يعني كان محاصر كان محاصر يعني لا اكل عندهم لا مي عندهم. فرجل اخته قال لي تخبلت هجيت من البيت، قلت له يعني شو اقدر اقول لك بعد؟ فخابرني قال لي لا يمه ماكو شيء واطمئني وكل شيء ماكو. قبل لا يستشهد بيوم قال لي يمه بنتي امانه عندك. هو من قال لي امانه؟ انا قلبي اللي شبني بعد. الله يعينك. حسيتي بيه؟ حسيت بيه، ونفس صعب اليوم انا صعب حسيت صعب نفس صعب. اليوم نفس اليوم يستشهد بيه هو. انا منو قال لك؟ ما حطيت بحالي، جماعته وصلوا للخبر يعني مو انه جيراني. شلون استقبلتوه؟ خبلت هاني بين المصدقة وبين الله، رجلي اتقرمت وبكت ما مشي ابني بتسحب زحف. يعني هو فخر اليوم يعني هم ابطال، تعرفين اليوم الارهاب العالمي هو ببلدنا، هم ابطال شجعان قدموا ارواحهم فداء. ايه صح هو الالم على الام وعلى الاب وعلى الابناء، والله فرقت هم بجنات أصعب. والله فرقت صعبه. تشتاقي له؟ قد الزمن القاع يعني من نروح للقبر نبات احفر اريد اطلع، يعني هيك اريد اطلع احفر القبر اني نبات اقعد وحدي املخ بنفسي. الله يعني هيك املخ بروحي، نبات اتمنى الموت وابو علي يتيم اقول لا منو الا انت ان شاء الله تبقين على روسهم يعني. ما اعرف ست ما شنو الشيء اللي اندفن ويا حسين؟ والله كان لابس محابس اثنين، واحد عقيق مال صلاه والثاني طلسه مال الامام علي سلام الله عليه. سلام الله عليه. اي يعني هو هذا اللي لابسني يحبني يعني اندفن وياه. اي اندفنن وياه الحمد لله. ملابسه اندفن بيها هو، اندفن يعني ملابسه. رقيه؟ اي اي رقيه. يعني سلام الله على السيده رقيه. سلام الله عليها. فاكيد انت اليوم تستشعرين ابنك من خلال رقيه، يجيها بالحلم يسولف وياها. مره قلت لي قلت لي بيبي انا كنت نايمه وابويا صعد بغرفتنا، انا نايمه عتش رضايه وهو منا وصديقة منا وأنا بنصهم. بيبي ولعبني، أنا قلت أخاف تشذب علي طفلة، قلت زين قوم قلدي لي شلون لعبت؟ كان يقول بيبي باع هيك لعبني افتر وراي. الله جايها بالمنام. أنا ست إجاني بالمنام. إجاني؟ قال لك؟ قال لي ماني عدل. أنا عدل وأدري بيكم. إي والله أنا يما عدل. أنت ما ليش هيك ظالة مقهورة وأنا أدري شنو بيك وأدري من مضايقك؟ أنا يما موجود والله موجود وياك. هو موجود. موجود. من تصير عندك مواقف بالبيت يعني وتتذكري تشعرين بيه موجود وياك؟ أحس بيه. سولفين وياه؟ أحس بيه. تحسين بيه؟ أحس بيه. أحس بيه موجود وياه وأسولف وياه. أتعمد أجي أوقف يم الصورة أسولف وياه. شو تقول ليلى؟ أقول يما حسين ليش عفتني؟ يما نبات أقول له بالعافية عليك يما الشهادة. الحمد لله.
الحمد لله. العافية عليك. هسه احنا راح ان شاء الله بالجنة ان شاء الله تعالى. الآن راح ننتقل المكان حتى شوي نخفف من هاي اللوعة ونحاول انه حبيبتي تسولفيني شوية ويا حسين. ايه ننتقل للمكان ان شاء الله. حزن مهجك اجيت افتح عيونك لامك مروتك عقب موتك ردت صوتك اسمعك لاني اسمع بس حكي سكوتك. عرفتك تموت والله يا يما, والله يا يما عرفتك تموت. هجيت من بيتي يا يما, تقرمت رجلي عزوني يما, بعد قلبي يا يما, ولا كسرت عيني يما, هديت عيني انت والله يا يما, عيوني ما اشوف بيها سين, عيوني ما اشوف بيها بعد. اقولك يما نرجي باسمك, قلبي يظل يوجعني, حسوني يما, قلبي يوجعني يما, في قوة جهامتك يا ناس يا عالم شفته وطوله, يا ناس يا عالم شفته وجهه. يما يقول لي ما اعوفك يما, انا شلون اعوفك؟ لا يما والله يما ما اعوفك, لا والله يما. البطاقه مال الغذائيه قالوا خليه يفصل نفسه, هو متزوج وانت وحد. قال لا ما افصل بطاقتي من امي, وظل اسمي ويا امي, لا ما افصل امي, ظل وحدها بالبطاقه. لا عاد شلون عفتني يما بالدنيا هاي وحدي؟ شلون اقاوم ما عادي يما؟ يما يعني شيل جنازتي, يما يعني اقل التراب على قبري. يما يا بطولي الحلو يما, وعدتني يما قلت لك اقعد على جنازتي فوق, والله قلت لك اقعد ويا جنازتي. يوم تقولي لا يما لا, كون انا اموت ولا انتي. يوم تنب علي تقولي يما ما اقدر على فراقك, عاد انا شلون قدرت على فراقك؟ حسوني يا ناس يا عالم جيبوني وليدي, يا ناس يا عالم جيبوني ابن اشوفه. ولك يما والله مشتاقت لك ودعتك, مشتاقت لك ودعتك يا يما. عيوني عمت يا يما, والله عيوني عمت, بعد ما اشوف درب حسوني يا يما. يما اطلع بس قل لها يما, ها يما, مو تقول الله يساعدك يما, قوه يما, ما اتغدى الا اقعد يما اني. يلا يما قعد يا اني ياش ناكل يما, نتغدى اني ياش يا يما, وينام راسه على راسي يما. يا بعد روحي يا يما, يما كسرت شبابي وعمري كله عليك والله يا يما. اشوف شبابي بيقتلك انت يما. قلت عيني حسين ليش يا رب بدور عليك يما, انت قاعد بدور من الزهراء يما. يما انت قلت انا اقدر اروح شهيد يما, اقول لك يما يا علي ليه تقولي لك الله؟ يما يا علي بنيتك تقولي لهم الله. يما مشتاقت لك يما, الفراق صعب, الفراق صعب يما. يما ادعي لي يما, حسوني ادعي لي يما. شوف عيونك يا يما, من عمت عين عيوني يما, هاي عيوني من عمت, هاي عيوني شلون اشوف غيرك يما.
هاي عيون عمت من غيرك وليدي. هاي يما شلونك؟ يما سلامت قلبي يما، سلامت قلبي يما. يما تذكرين من قديش حالي لين واهبين؟ اي اول ما رحت حرك التكريم تقلي بعد من دروي قال لي يما حالي لين واهبين. يما قلت له لا يما حسين اسم الله عليك، يما لا يما اسم الله على اسمك يا وليدي. اي قلت لك اي يما ما عفتك انا ولا يوم. اي يما وقلت لي شرح ابيض وجهك. يما ودعتك انت بيض الدنيا والاخره مبيضه. يما بالدنيا مبيضه ولا ابد يوم ما حد اشتكى منك ولا ابد يوم ما حد سوى منك. انت متدين وملتزم يما. يا بعد روحي يما حاكيني يما. يما يما كل ما كنت انزل كنت ازور الامام موسى بن جعفر يما. اي والله وحق الامام موسى بن جعفر. اي يروح للامام موسى بن جعفر يروح يزوره يا الله يجيني والله. قل لي يما يحتاج شيء والله يا يما شلون زياره حلوه. يما ندعي لك انت وخواتي كون الله يحفظكم. زلف قلبي وعاب قلبي يا يما، زلف قلبي وعاب قلبي يما. اي والله يما راح احكي لك سر بس لا تعبين يا يما. يما اي قل لي يما لما حاصرونه الارهابيين يما استشهدت واني جوعان وعطشان. يا مات من العطش ابني وجوع، ابني عطشان وجوعان، ابني عطشان وجوعان، ابني عطشان وجوعان، ابني عطشان وجوعان، ابني عطشان وجوعان. مات والله ابني عطشان مات وجوعان. يما يما يقلي ذكر عطش الإمام الحسين. يما يما لا تنقاري ذكر الإمام الحسين. يما يوم يما يوم بخير أيامي كبرت بيت عمري مرتين. أحا يما أحا يما حايب قلبي. يما راح حواسيك بهدية منك تحفظيها بغرفتي وسلميني على رقية وبوسي ليها مثل ما بسيت آخر مرة. اي والله ما اسي يما بوسها من وجهها ومن عيونها وراح واني ظلي صابنا. يما ابن شبيك يما حسون شبيك. اي قال لي قلت لي يما قلت لي والله قلت لي يا يما. اي يا يما اي يا يما فدوة روح لديتك يا يما يا يما فدوه روحك يا يما. مرت قلوبنا ام حسين والله مرت قلوبنا. وعلي ابني وعلي ابني ودعتش بسواه انا عندي وعلي. والله ربيت 4 سنين عمره ابو مات 25 سنة عمري تلاه هو وليدي هو ابني هو كل شيء هو إلي. يما يكبر وباو على يما شحلاتك يا يما. من قلت ذولا ما نسمعك وباو على منا مزين ومنا قاعد ياك جاي بجازة. قول يما قول ابني يضربونا طلقينا ويكتلونا. يما شو هذا ويما قام يما شو طولك ايش قد حلو يا يما يلعب طولك. يما شحلات عيونك انت بتجنة هناك بالجنة؟ مشتاقت لمعلاوي، مشتاقت لوليدي. أنا بالمكان مالته وأقعد بمكانه وحاجم صورتك يما. يما عينك تفتر وياي والله بالبيت بالصورة مالتك تفتر وياي. يما رقية حسوني يما يما حسوني رقية تبتم عشرة عشرة ودعتك انت يا يما. ما أريد أتعبك بعد وإيش خاطي قلبي يوجعني من صغاله قلبي يوجعني خاله. شنو ابو اخو عندك يما حسوني يما تموت بس التنية يما صباح يقول لها يما صباح الخير. قل لها يما انا بالصباح يلا انا وامي خلنا نتريق يلا انا وامي يلا نتغدى انا وامي يلا. يقول لي ما جعلتنا انا وياك كون بس انا وياك يما. يا يما بعد امك اخذني وياك يما. يما خذني وياك لعب من الرقية لعب من الرقية من الرقية لعب من الرقية ادوه سيدي ايش قل لي لا ياخذ امه.
قلي لا امك بعد عاشتك حسوني يمه دعتك اقول ما اقول يا رب خاف اموت وشلون بي يعني يمه ودعتك لما متعلم قلت لنا سوي فاتحه ليش؟ لا ما حسين ما بيها يعني يبكي علي الولد من يبكي علي مو امه يتلثم ويقولون له البقية بحياته كان يقولون من يقولون البنات من يقولون من قولي له وعلي قولي لي قولي لي على شاء الله قولي لي الله ما يقطع يا مرحبا الله ما يقطع الله ما يقطع ان شاء وليه الله يصبر قلبي من الإمام الحسين طلب يوم حسين ضحى بنفسه ليش الإمام الحسين مو ضحى بنفسه وضحى بعياله وبولاده وبطفاله كنا في دول الحسين والله وقف يمي قلت له يمه حسين انت ليش يعني تيتوا على مود الحكومة قال لا يمه لا يمه يمه تقبلي طبون على العتبات المقدسة يفرشونه قلت له لا يمه أنا ياكم عن ود الزهقة لا يمه الإمام الحسين في دول أبو فضل عباس في دول أمير المؤمنين في دول لا يمه كنا روحي يمه أنا ياكم روح عن ودعتك ما أخذتني ياك ليش ليش حسوني يمه قل لي يا بطولي الحلو والله يا خالة طولة حلو والله يا خالة طولة حلو والله يا خالة عيونه وساعة حلوة الله يصبر والله يا خالة حق الناسب الله يصبرك هاي راية الإمام الحسين إن شاء الله تصبرين بيها إن شاء الله هاي راية الإمام الحسين هاي هدية حسوني لك هاي هدية حسوني لك وقوف الشباب تدرين شفتها بالمنام شفتي شفتها بالمنام أنا كنت متضايقة وجانب المنام جاني شبقني ودوم عسكريه ويما طين حر اي وحق هاي ما رايت ابو فضل عباس طين حر شلون العالوجه ايه؟ انا زلت هيك من كوستا وجاني حسين منا قلت له يمه شنو الطين؟ قال لا يمه عوفي هدومك كلها طين حر اي اجى شبقني وهدوم صار كلها طين حر كلها والله العظيم قاعده هيك يمنا واقفه انا وياه واشوف مثل مدوره شلون القبه خاله والله وبيناتنا ابو فضل عباس سلام الله على ابو فضل وبيها هيك مثل راس هاي انفتحت شلون من الارض وين الارض انفتحت وطلعت مثل ضوء الشمس الله ودعت هاي عيونك الحلوه ودعت هاي عيونك الحلوه هاي ابو فضل عباس هذا عيون قال لي يمه قلت له يمه شنو هاي حسين يا شمس قويه طلعت لي صحيح قال يمه لا تخافين يمه لا تخافين قلت له يمه تعالي يعني العدل انت مو عدل ايه كان يقول لي لا يمه انا عدل وانا وياش ترى انا مو اقول لك انا عدل بس انت ما قاعد تصدقين لي صبري يقول يا زينب صبر من صبرك الريد هو راد بك لو راح الابن لو راح العضيد احنا صبرنا من صبر السيده زينب فقدنا هوايد وفقدت اثنين وثلاثه واربعه صبرت وهذا شهر الحسين نصبر بصبرهم ان شاء الله هسه نقوم قول يا الله الامام الحسين قول يا الله يمه فدوه للامام الحسين يمه انا وياك فدوه للامام الحسين انا وبناتي ذكريني من تمر زف الشباب من العرس ما يوم ما سجينا هذا الجهاز حلتي دم الموصى اي والله يا يوم ما ذكريني الشهادة صار تعبنا الله لا يفجعك على ولدك ان شاء الله بعد عمري لوين عمرك يلا في عافيه ممنونه منكم اشكركم يعطيكم العافيه ذكرتوا ابني يعطيكم العافيه ذكرتوا
ويعني ريحتوا قلبي من ذاكرين ابني والله. ممنونة من عندكم أنا، ممنونة منكم كلكم ولدي إن شاء الله. كل شاب أشوف به هو ابني، معزته من معزة ابني كل شاب. والله يحفظكم لأمهاتكم إن شاء الله، ولا يفجع لا أم فدوة، لا يفجع لا أم ولا أب على ابنه، بجاه الله ورسوله، بجاه أم البنين إن شاء الله يا ربي. ويخليكم لأهلكم ويعطيكم صحة وعافية يا يمه. الله يسلمك. ممنونة منكم على فدوة قلبك، عيون فدوة عمرك. ويكل بطل من أبطال الوطن، أبطال العقيدة، أكو ألف قصة وقصة بها حكي هواية عن الفخر، عن الاعتزاز. ناس عدها التضحية بالنفس والنفيس مثل شربة الماء. من يبقى لنا بعدك؟ يبقى الله. حسين كان همه يحمي العراق من دنس الإرهاب، لأن هو مؤمن أن الأرض المباركة بمراقد أهل البيت عليهم السلام لا يمكن أن تدنس. حسين وهب نفسه لراية الإمام الحسين عليه السلام وانطاها بكل عز الهلقاء. حسين اسم بقصة كلش طويلة، دليلها رايات أهل البيت عليهم السلام ودربها كلمة الحق. الغالي غالي شما بعد ما انسى عطره، مدري ليش يزيد شوقي من ذكره. الفارق احبابه صحت بلش صبره، فارقيت العاشروني احلى عشره. من جفون احبابي محد الدقبال، يا زمن بجفاهم ما يطيب صوابي. ودعوني ودعوني.